لقاء ولقاءات مع أهل الثقافة والإبداع. لقاء ولقاءات، إعداد وتقديم فيصل الجسمي. مساء الخير، مساء المحبة، مساء الأنوار، أهلا وسهلا، تحياتي لكل من يستمع إلينا أينما كان عبر إذاعة تونس الثقافية بالاشتراك مع إذاعة صفاقس. هذا المساء نحتفي برواية أحبها بلا ذاكرة للكاتب الروائي التونسي الأستاذ لمين السعيدي. سنتحدث عن تفاصيل هذا العمل الروائي الجديد للمين السعيدي. يحضر معنا هذا اللقاء الدكتور منجي عمر. الفريق العامل هذا المساء في لقاء ولقاءات على مستوى الهندسة والإخراج الإذاعي منجي الشعري. أجمل ما نبدأ به أميمة الخليل تغني عصفور طل من شباك. Thank you.
على جواني حل حلو تلو انت من وين قال لي من حدود السماء تلو جاي من وين قال لي من بيت الجيران تلو خايف من مين قال لي من القفص ربان تلو ريشتك وين قال لي فلفتها الزمان عصفور طلني الشباك وقال لي مرحبا بالجميع. كما ذكرت في مقدمة الحصة ضيفنا هذا المساء الكاتب الروائي التونسي لمين السعيدي. عمل روائي جديد بعد ضجيج العميان المنفى الأخير ظل الشوك مدينة النساء. أرحب الأستاذ الكاتب الروائي لمين السعيدي. مساء الخير. مرحبا. مرحبا ومساء الأنوار. تحية لك يا أستاذ المستمعين ولمتابعي برنامج لقاء ولقاء. كذلك أرحب بالأستاذ الدكتور منجي عمر. مساء الخير أستاذ منجي. مرحبا بك أستاذ فيصل، شكرا على الاستضافة. مرحبا بسيد لمين السعيدي وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة لأدلو بدلوي في خصوص هذه التجربة الروائية لصديق لمين السعيدي. نبدأ معك دكتور منجي، كيف نقدم هذا العمل الروائي الجديد بعد تجارب روائية متنوعة مختلفة للأستاذ لمين السعيدي؟ طبعا كما تعرف صديقي فيصل، رواية لمين السعيدي صدرت له مؤخرا روايته الخامسة أحبها بلا ذاكرة، وهي رواية تصدر بعد تجربة عميقة في الكتابة الروائية. هي تجربة حدث في تقديري الخاص كما لما تحمله من فرادة في الطرح. طبعا لمين السعيدي يخوض تجربة منذ سنوات وهو محمل ومثقل بالمعاني وبالعبارة طبعا، ويريد أن يعبر عن ذاته بطريقته الخاصة. رواية أحبها بذاكرة في 4 فصول متماسكة شكلا ومضمونا، أعتقد تعبر عن رؤية عميقة بعد تجربة خاضها الكاتب الروائي لمين السعيدي في حدود 4 روايات سابقة. هي كما ذكرت أنت قبل ذلك المنفى الأخير، ضجيج العميان، ظل الشيب، ومدينة النساء. نعم أستاذ لمين السعيدي، هذا العمل الروائي مهدى إلى الإعلامي وزميلنا المرحوم رحمه الله الأستاذ ناظم الهاني، كذلك إلى سليم، إلى زينة، إلى الوالد. لماذا هذا الإهداء بالذات إلى هؤلاء الأشخاص؟ أكيد لهم مكانة خاصة في للكاتب الأستاذ الروائي لمين السعيدي. نعم سي فيصل، أكيد هو أنه الكتابة هي عصارة جهد، هي عصارة تعب، هي عصارة يعني فكر وقلق الكاتب. أكيد أنه هذا يعني كل إنتاج أدبي يعتبر يعني الكاتب هو جزء من ذاته، لذلك يكون الأهداء يعني في أعز الناس، في أقرب الناس له. هذا الأهداء علاقة بناظم ثاني، يعني ناظم كان صديق، كان صديقا صدوقا، ناظم الفنان، ناظم الشاعر، ناظم الإعلام الذي شرف الإعلام وقدم الكثير للإعلام التونسي. كانت هذه يعني لمسة لروح ناظم والرجل الذي حقيقة يعني ضفة وسلم كثيرا ومعروفة يعني قضية ساحة ثقافية تونسية وفي الرأي العام التونسي. الأهداء طبعا يكون لأعز الناس، يعني أنه الأهداء كما قلت لك يكون دائما من أقرب، يعني وهؤلاء يعني يعني هم الأقرب إلى قلبي. كذلك سليم هو شقيقي الذي توفي رحمه الله، يعني كتبت يعني في تقريبا في كل رواياتي كان يعني كانت يعني إهداء. الوالدة والوالد تعرف أن يعني هما اللذين يشجعاني وهما اللذين يقفاني معي في جنوني، في ثورتي، في حيرتي، يعني كان المدعمان يعني لمسيرتي. وكذلك شقيقي سليم الذي يعني توفي وقد كان الإهداء ليس أبوها بلا ذكر، هي الرواية يعني كانت صدرت بإهداء سليم، بل أن كل روايات كانت مصدرة بإهداء.
نعم، حاول الأستاذ لمين أن تغير المكان حتى يكون صوت واضح. أسأل الأستاذ دم العنوان الأستاذ منجي، قبل أحبها بلا ذكر كانت هناك مدينة النساء، رواية مدينة النساء التي تلاقت نجاحا كبيرا، والآن يأتينا عنوان جديد ورواية جديدة وعمل جديد أحبها بلا ذكر، يعني المرأة لها أهمية كبيرة في العالم الروائي لمين السعيدي. طبعا روايات لمين السعيدي تقريبا تحتفي بالمرأة، تحتفي بالمرأة وتعبر عن أبعادها الكثيرة المختلفة، المرأة الأم، المرأة الأخت، المرأة الزوجة، المرأة الصديقة، والمرأة الحبيبة. يعني أحبها بلا ذاكرة هنا رواية جريئة تطرح عالم المرأة بطريقة مغايرة ومخالفة للمألوف، ليست الطرح الرتيب، الطرح المألوف، الطرح المعروف، أو ما يسمى بالطرح الكلاسيكي. طبعا لمين السعيدي هنا يخوض تجربة الحب مع المرأة بطريقة فلسفية فكرية ذات أبعاد معني رمزية، هناك رمزية المرأة، ويحتفي بالمرأة احتفاء كبيرا يجعله منها عنصرا فاعلا في الفعل الروائي، واضح؟ يجعل منها عنصرا فاعلا في الفعل الروائي، ويحتفي بها احتفاء جديرا بها، هذا الاحتفاء الجدير بها، لأنه يشعر أن المرأة ربما، لأن لمين عاش قصص حب مختلفة ربما، أو لأن تربطه علاقة جيدة بأمه، وهو كثيرا ما يذكرها في روايته، لذلك كان هذا الاحتفاء بالمرأة احتفاء ليس بالصدفة، وإنما هو احتفاء مهيئ له، واحتفاء يعني عن دراية وعن إدراك وعن معرفة مسبقة بذلك. المرأة في رواية أحبها بلا ذاكرة تحضر حضورا مكثفا، و شخصية البطلة سارة المعلمة رمز الإغواء والإغراء والأنوثة تحضر مع الرواية لمين السعيدي منذ البداية إلى نهاية الرواية، ويحتفي بها وبجمالها وبأنوثتها احتفاء منقطع النظير. أستاذ لمين، رمزية المرأة بالنسبة لأعمالك الروائية وفي هذا العنوان خاصة في هذا العمل الروائي الجديد أحبها بلا ذاكرة. نعم سي فيصل، تعرف أن المرأة هي يعني نصف المجتمع، وأن الطرح يعني فيما تعلق بالمرأة في الأدب التونسي والأدب العربي يعني كان طرح حقيقة كلاسيكي، لم يقطع مع يعني الطرح القديم الذي يطرح المرأة دائما في علاقة يعني بالأمور الجنسية والفقهية والمساواة والعدل وكذا، هذه المواضيع التي أعتقد أنه تجاوزها العصر، وأن الأدباء قد قالوا فيها كل ما يمكن قوله يعني في الأدب القديم وفي الأدب الحديث، لذلك حاولت أن يكون الطرح مع المرأة يعني طرح مختلف، أن نطرح المرأة في علاقتها بذاتها، في علاقتها بالآخر، في علاقتها بالمجتمع، في علاقتها يعني بأحلامها وطموحاتها. في مدينة النساء، تعرف أن مدينة النساء ترجمت إلى لغات عديدة، وهذا دليل على أن الطرح خاصة مع المرأة يعني كان الطرح مختلف، وأن القضايا كانت مختلفة. يعني حاولت في هذه الرواية، في رواية أحبها بلا ذاكرة، أن تكون كذلك المرأة يعني بطرح آخر، بزوايا من زوايا نظر أخرى، في علاقة كما قلت لك يعني بالفكر، في علاقة يعني بمشاريعها، بأحلامها، بطموحاتها. وثم نقطتين في رواية أحبها بلا ذاكرة مهمتين، على يعني أولا هو علاقة الإنسان بالحرية، كيف أن الحرية يجب أن تكون سابقة للحلم، يعني أن الإنسان يكون فعله وأحلامه يعني تكون حرة، ليست أحلام ناتجة عن تصور البيئة وتصور العائلة وتصور الثقافة الذي يعيش فيها بها الإنسان وفيها. ثم أن النقطة الثانية هو يعني الصراع الداخلي يعني للفرد والمجتمع على صراع الخير والشر، وكيف أن الشخصية البطل كانت تجوب الشوارع، كانت تجوب القرى، كانت تجوب الأنهج، وتتحدث عن خيرها كما تتحدث عن شرها. وفي رأيي هذا يعني مهم جدا، لأنه حقيقة في تونس والشعوب العربية عامة يعني دائما تتهم الآخرين على أساس أنهم منبع الشر، وأن الذات أو الأنا يعني هي منبع الخير. لذلك حاولت في هذه الرواية أن تكون جل الشخصيات وخاصة الشخصيات الأبطال في الرواية أن تتحدث عن خيرها، أن تتحدث عن شرها، أن تعترف يعني بفشلها يعني في كل شيء،
حتى يعني تعرف أنه النقد الذاتي هو أهم يعني أنواع النقد، وهذا ما ينقصنا في العالم العربي. حاولت أن يكون هذا الموضوع يعني يطرح بطريقة فلسفية، بطريقة عميقة جدا، وحاولت يعني أن تكون هذه الرواية مختلفة عن سابقاتها في اللغة، في الأسلوب. الرواية في 156 صفحة، تنقسم إلى 4 فصول، يعني فيها تقديم، فيها تأخير، فيها يعني استرجاع، فيها يعني كل شيء. هذا حسب يعني رؤية النقاد، لأن الرواية قبل يعني صدورها، هي ستصدر هذه الأيام، قبل صدورها يعني أرسلتها إلى عدة نقاد، وقد كتبوا في هذا في علاقة باللغة وبالأسلوب وبالقضايا، وخاصة أنه فما عنصر مهم كذلك، هو يعني اختلاط الرومانسية بالواقعية منذ يعني بداية الرواية إلى نهايتها. نعم، من المحاور الهامة التي ذكرها أستاذ دكتور بوجي محور الحرية، ونحن نعيش هذه الأيام حرب لعينة، وأعتقد حرب على غزة وعلى فلسطين، وخاصة أن هذا العمل الروائي يصدر وكتب قبل أحداث طوفان الأقصى. تعليق عن محور هذه الحرية، هل نجح الأستاذ لمين الروائي في هذا الطرح؟ لمن السعيدي نجح نجاحا منقطع النظير في طرحه لمعنى الحرية في روايته أحبها بلا ذكرى، وكأنه استبق الأحداث باعتباره ينظر لحرية جديدة أو لمعنى جديد من الحرية، أي أن تكون الحرية سابقة للفكر أو سابقة للممارسة، أن يكون الفعل الإنساني نابعا عن حرية في الاختيار وفي التعبير عن ذاته. وهذا طبعا ما يتكرس في ثورة غزة وثورة طوفان الأقصى، التي كانت ثورة يعني تلقائية معبرة عن حرية الفرد في استرداد حقه من الآخر وفي التعبير عن ذاته اللامحدودة اللامتناهية. إذا الرواية مغامرة ثائر يشبه في ثورته ثوار الأقصى. هو ثائر على استرداد حقوقه الفكرية وفي التعبير عن رؤيته الفلسفية لعالمه ولأناه وللآخر وللمرأة وللسياسة وللدين في أبعادها الكثيرة المختلفة، بعيدا عن الأقنمة أو الأسطرة أو الرتابة المألوفة التي تتردد في كتابات كثيرة نألفها قبل ذلك. إذن كما قلت لك، الرواية هنا مغامرة وثورة انقلب فيها الروائي على واقعه بتصنيفاته الرتيبة والمملة، وهي ثورة شاب هنا، نعم. لأن الكتابة هنا هي لمين سعيد لازال في بداية تجربته الروائية. هذه ال5 تجارب ما هي إلا بداية للمين في عالم الكتابة الروائية. هي ثورة شاب انقلب من سلطة الأقنوم الأدبي وتقعيداته، لأن الأقنوم الأدبي، وكأننا دائما نحن ننظر إلى أمثلة قديمة منذ الشعر الجاهلي، ننظر إلى أمثلة قديمة وننسج على منوالها. لابد من الكاتب أن يتمرد على واقعه وعن تجربه السابقة، وأن يخلق تجربته الخاصة به حتى يعبر عن نظرته للوجود للعالم. وهنا هذا هو قصب السبق، وهذا هو تميز لمين السعيدي في الكتابة الروائية، بعيدا عن كما قلت لك عن الكلاسيكية المألوفة وعن الرتابة والتقعيدات التي يكتب من أجلها جل الكتاب تقريبا، مع احترامي لكل الكتاب وكل المبدعين وكل المفكرين. وأعتقد دكتور بونجي أن بداية الأستاذ لمين السعيدي هي بداية غير طبيعية. 5 أعمال روائية أعتقد رقم مهم جدا، في خاصة في سنوات قليلة يصدر 5 أعمال روائية: ضجيج العميان، المنفى الأخير، ظل الشوك، مدينة النساء، والآن أحبها بلا ذاكرة. أعتقد هذا رصيد هام جدا لكاتب شاب يخطو الخطوات الأولى. طبيعي جدا الملاحظ لهذا الكم الكبير يرى في الفترة الزمنية قصيرة، وهناك 5 إنتاجات، هذا ما تقصد أعتقد. نعم. وكأن لمين محملا مسبقا بهذه الروايات، هي تجول في خاطره، أو هو مثقل بالكتابة قبل أن يمارس فعل الكتابة، وكأنه يهيئ لهذه الكتابة أو لهذه الطفرة وهذه الكثافة في الإنتاج، كثافة الأحداث التي توجد في روايته من الداخل. فالرواية تجد فيها كثافة وفيها تعبير وفيها اختصار. بإمكان الروائي آخر أن يكتب رواية في 300 صفحة، لمين السعيد يكتب رواية في
60 170 صفحة. إذن الرواية هي موجودة والفكرة منذ زمن طويل. لمين يتخمر، وكأن هذه الرواية تخمرت في ذهنه ثم أنتج زبدة ما فكر فيه منذ سنوات طويلة، لأن عملية الكتابة كانت عند لمين نية الكتابة منذ كان طالبا، ونحن كنا صديقين في الجامعة وتقاسمنا فراش الكلية وفراش المبيت إلى غير ذلك، لمجة الأكل إلى غير ذلك، وكنا أصدقاء مقربين، وكنت دفعته ولشرف ذلك إلى خوض هذه التجربة في عالم الرواية وعالم الكتابة تحديدا. لذلك لا تستغرب هذا الكم، لأن اللمين كان هناك هوس للكتابة. نعم، هناك هوس كبير من لمين بالكتابة. لمين دائما يحمل هاجس الكتابة وهذه الرغبة في أن يعبر عن ذاته وعن رؤيته الخاصة، وتجد هذا الإنسان الذي يمتعظ من واقعه، والإنسان الذي ينظر إلى الواقع أنه واقع رتيب وممل وواقع لابد من تغييره، هذه الرغبة تجسدها في هذه الطفرة من الإنتاجات. ربما أنت تراها، معني ترى أنها عملية غير عادية أو غير طبيعية، لا عادية جدا، عادية جدا، أرى أنها عادية وطبيعية، وهي ثمرة معنى تخمر في فكر اللمين، وثمرة مطالعات وقراءات ورغبة جامحة في خوض هذه التجربة. لذلك كان هذا الزخم الإنتاجي، ويحاز الزخم الإنتاجي يحاكي الزخم في الأحداث وهذه الكثافة في الأحداث وفي الإنتاج. هناك رغبة كبيرة أستاذ لمين في الكتابة. تعليق عما قلناه الآن عن هذه التجربة، عن الكتابة لدى لمين السعيد الكاتب الروائي الذي يخطو خطوات الأولى، لكنه قدم لنا إلى الحد الآن 5 روايات، وأعتقد هناك مخطوطات أخرى في طريقها إلى القارئ. نعم سيفيد، حقيقة هو لمنجي عمر، الدكتور منجي عمر، الفضل الكبير في هذه الأعمال وفي هذه الإنتاجات، وهو الدافع الأول للكتابة. هذا ليس رمي ورود. أذكر أن الدكتور منجي عمر حين دخلت الجامعة الأولى، يعني في السنة الأولى عربية، كان منجي عمر يدرس بالماجستير، وفي يوم ما كنت يعني في أحد المقاهي بالقيروان أكتب وأقرأ يعني في المقهى، والدكتور منجي عمر كذلك في نفس المقهى، وكنا ما نعرفوش بعضنا، عرفنا بعضنا في المقهى، ثم يعني توتدت العلاقة في الكلية. منجي وقت اللي شافني أنا معناتها نكتب برشا، يعني نكتب يبدأ يخزر لي وأنا نكتب، قال لي أنت لمين السعيدي تنجم تكون روائي، تنجم تكون قاص كبير. ومن تلك اللحظة صدقني في يعني في ذلك اليوم بدأت في رواية الأولى ضجيج العميان، فأشكر هذا الرجل الذي دفعني إلى الكتابة. أنا كنت أشعر بأنني يعني محمل بأفكار، محمل بهواجس، محمل بإرادة تغيير، وكأن يعني لا أعرف ماذا أفعل. ثم يأتي منجي عمر ويدفعني إلى الكتابة، ويعني يحدد بي يعني الطريق الذي يجب اتباعه. حقيقة هذا يعني الرجل له مكانة كبيرة، أشكره ألف شكر له. ثم أني تجربة الكتابة حقيقة هي منذ البداية حرصت على أن تكون مع لمين السعيد يعني تكون تجربة مختلفة. يعني إذا كان الكاتب يعني مجرد مكرر يعني للإنتاجات القديمة في الأسلوب واللغة وفي الطرح وفي كل شيء، أعتقد أنه لا يمكن أن تكون إضافة للكاتب. لذلك حاولت منذ البداية، منذ تجربة الأولى بجيش العميان، أن يكون كل شيء مختلف، أن يكون الأدب ملتصق يعني بهموم المجتمع، أن تكون رؤية الكاتب مختلفة في كل شيء. والحمد لله هذا يعني نجحت فيه على الأقل نسبيا، يعني وهذا يعني على لسان يعني النقاد والقراء، يعني حاولت أن تكون تجارب مختلفة، حاولت أن أعمل على التكثيف، حاولت أن أعمل على الرمز، حاولت أن أعمل يعني على أن تكون القضايا الاجتماعية المختلفة سواء في تونس أو في العالم العربي أو ما تعلق بالإنسان يعني في مختلف يعني بقاع الكون، أن يكون كل شيء جديد. الحمد لله يعني التجربة نجحت إلى حد ما، ويعني يبقى الكاتب دائما يحاول أن يكون دائما مختلف
أن ينقلب حتى على ذاتي، لأنه الكاتب الذي يكرر نفسه في اعتقادي أنه لا يمكن أن يقدم لذاته ولا الآخر الكثير. لذلك أحاول في كل تجربة، بداية من ضجيج العميان ثم المنفى الأخير ثم ظل الشوك ثم مدينة النساء والآن أحبها بلا ذاكرة، أن أكون مختلف مع كل عمل، يعني أن تكون زوايا النظر مختلفة، أن تكون الرؤى مختلفة، والتجربة طبعا تتطور، يعني في والرؤية تتطور. أعتقد أني أحبها بلا ذاكرة هي قطع مع يعني القديم، سواء في الإنتاجات التونسية والعربية أو حتى القطع يعني مع تجاربي السابقة لحبها بلا ذاكرة. مدينة النساء يعني صحيح أن مدينة النساء يعني كانت تقريبا هي يعني الفعل القادح والفعل الذي جعل يعني لمين السعيدي يعرف في الساحة التونسية والعربية، وكانت تقريبا يعني الرواية الأكثر مبيعات، وترجمت إلى 3 لغات إلى حد الآن، ترجمت إلى الإسبانية، ترجمت إلى الفرنسية، ترجمت إلى الإنجليزية، وحققت مبيعات كبيرة. الآن أحبها بلا ذكر، تعرف أنه بعد نجاح مدينة النساء لابد أن يكون الكاتب في مستوى أرقى، في مستوى انتظارات القارئ، في مستوى انتظارات الناقد، في مستوى أحلام الكاتب في حد ذاته. حاولت أن تكون هذه الرواية يعني مختلفة، أن تكون هذه الرواية عصارة يعني جهد، عصارة تجربة، وأعتقد أن هذه الرواية ستثير الضجة، لأنها طرحت يعني مواضيع مسكوت أنا عنها، طرحت مثلا الساحة الثقافية التونسية والأشياء يعني الطابوات، الأشياء المغلقة، الأشياء التي لا يمكن طرحها، الأشياء التي لم يتجرأ يعني الكتاب، أو أنها يعني كانت منسية، هذه المواضيع لم يتجرأ عن طرحها. الجوائز العربية مثلا كيف تسند للكتاب، وكيف تسند للكتاب يعني بالمحاباة كذا، كذلك يعني علاقة المثقف بذاته وبالآخر، علاقته بالسلطة، يعني كل هذه المواضيع حاولت أن تكون يعني موجودة في رواية أحبها بلا ذاكرة، إلى جانب الاهتمام باللغة والأسلوب. ولم تكن اللغة مجرد وسيلة، بل كانت يعني محور التساؤل، وكانت القضية المحورية يعني في الرواية، لأنه كما تعرف اللغة هي نعم. وسيلة الشعراء، هي وسيلة الشعراء، هي وسيلة الكتاب، وهي يعني الاهتمام باللغة يعني مهم جدا، خاصة مع الكتاب. لذلك حقيقة يعني في السنوات الأخيرة، على الأقل 3 سنة هذه، مع وفرة الإنتاجات في تونس، وهذا شيء مهم وشيء فرح برشا، لكن تعرف أن اللغة هي قضية أخرى لابد أن تطرح في علاقة بالكتاب وبالتجديد يعني في اللغة. نعم، أعود إلى رواية أحبها بلا ذاكرة وإلى الدكتور منجي عمر. هذا التقسيم لهذا العمل الروائي وقسمت إلى 4 فصول: الراعي والكلب، نعم سكينة وذاكرة عفاف، من القصر إلى القرية، خريف عدنان. كيف رأيته الدكتور منجي كناقد كقارئ؟ التقسيم هو تقسيم رباعي كما ذكرت. نعم فصله الأول الراعي والكلب، وفصله الثاني سكينة وذكيرة وعفاف، الفصل الثالث من القصر إلى القرية، والفصل الرابع خريف وعدنان. وهي فصول رامزة الحقيقة. أنا عندما أنظر في الفصل الأخير على سبيل المثال خريف وعدنان، كان عدنان يتساقط كما تتساقط أوراق الخريف بعد خيباته الكثيرة في الرواية وفشله المتكرر، ورغم ذلك يتشبث بحلمه في الحرية وتحقيق أحلامه. إذن من القصر إلى القرية، وكان رمزية هذا العنوان مثلا العنوان الفصل الثالث، من القصر، من الرفاهية، من المكانة، إلى القرية، إلى الرتابة والسكينة والهدوء. إذن الرواية كما قلت هي رواية رمزية بامتياز، نعم يعني الكاتب ينطلق فيها الراوي من او الروائي لمن السعيدي من احداث واقعيه الى احداث متخيله الى احداث رمزيه، فيجعل القارئ، اذا يثير في القارئ، دعنا نقول يثير في القارئ كثير من التساؤلات حول مقاصده المتعدده. فبامكانك ان تقرا الروايه مرات كثيره، وفي كل مره تطالعك افكارا جديده. نعم. الروايه كما قلت لك هي يعني جديره بالقراءه، بل لعلها جديره بقراءات لما تحمله من اسرار وغموض،
ربما لا تستطيع يستطيع القائر العجل والقارئ غير المتمعن سبر أغوارها وفك رموزها الكثيرة وألغازها من مجرد قراءة عاجلة. أحبها بلا ذاكرة بهذا المعنى وبهذا التحديد، هي رواية جريئة في طرحها، أعتقد في تقديري الخاص هي جريئة في طرحها لما تطرحه من هذا ما يسمى بالثالوث المقدس، الجنس والدين والسياسة، أو هذا المسكوت عنه، التابو، يسمى بالتابو في الثقافة العادية العربية، المسكوت عنه أي الممنوع الخوض فيه. مغامرة، هي مغامرة الحقيقة في تصورها لعالم الإنساني في أبعاده الكثيرة، تخوض في المحظور والمسكوت عنه سياسة ودينا وجنسا. ولعل لمين هنا قد حاز قصب السبق في تعرية واقعه بفرادة أسلوبه وعمق رؤيته التي اكتشفها من خلال تجاربه السابقة. هناك تجارب سابقة طبعا سابقة لهذا الأثر الأخير، تجارب سابقة كنا ذكرناها سابقا، هي أثرت تجربة لمين وأضافت له وجعلته ينفتح على عالم الرواية أكثر ويكتب بأكثر جرأة وأكثر جرأة. هذا هو، هي رواية جريئة بامتياز، أحبها بلا ذكر. هنا ثورة على المفاهيم المألوفة والقناعات القارة، ما يسمى بالقناعات القارة، أو عندما تقرأ رواية تجد أحداث في تتابع وتتالي وينتج بعضها عن بعض، ولكن لمين هناك هذا السرد الاسترجاعي الذي يحيلك إلى الذكرى أو إلى الذاكرة التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية في العملية الإبداعية. الذاكرة، الذاكرة إحدى الركائز الأساسية في العملية الإبداعية باعتبارها وعاء لماضي الإنسان وجزءا من ثقافته الخلاقة. الثقافة الخلاقة، دائما الإنسان ذاكرته ومخزونه المعرفي والثقافي يدفعه إلى الكتابة بأكثر جرأة وأكثر متانة وأكثر إصرار وأكثر صرامة وأكثر دقة، دعنا نقول بأكثر دقة. إذن هذه القناعة، رواية أحبها للذاكرة، هي ثورة كما قلت لك على القناعة القارة المؤثرة للأقنوم المعرفي. هناك أقنوم معرفي تداول أو متداول تجاوزه لمين في روايته، دعني أقول أنه تجاوزه بذكاء وبفطنة مقصودة، تجعل القارئة يعني في حيرة من مغزى أو المضمون أو المقصد. هي تتحمل أو تحتمل مقاصد عديدة وقراءات كثيرة وتتجاوز كما قلت لك الرتابة، وهي بهذا تتجاوز مألوف الكتابة الروائية. نعم، كما ذكرت هي مقاصد كثيرة وبعالي كثيرة وتأويلات كثيرة، خاصة في هذه العناوين الجميلة التي حملتها هذه الفصول الأربعة، على غرار مثال القطيع والكلب تذكرنا باللص والكلاب. تعليقك أستاذ أمين السعيد، هل قصدت ذلك في هذه العناوين الرائعة والجميلة جدا، بخلاف كذلك أن العنوان كان رائع جدا ورائع جدا، أحبها بلا ذكرى. نعم نعم سي فيصل، هو حقيقة أعتقد أن العصر ومتطلبات الإنسان وانتظارات القارئ والمتلقي العربي والإنسان بصفة عامة، نعم، يعني تجاوزت ذلك، يعني تلك النصوص التي تعرف الواقع والتي يعني تحاكي الواقع، أصبح يعني القارئ في شغف إلى تلك النصوص التي تثير فيه الشك والحيرة والتي تجعله يبحث عن ذاته، التي تجعله يعني يثور على كل المسلمات. يعني أحبها بلا ذاكرة، حاولت أن تكون كل جملة يعني لها مغزاها، لها معناها، يعني أن تدفع القارئ إلى الشك والحيرة ويعني التفكير. الفصل الأول الراعي والكلب هو منسجم تماما يعني مع يعني متن الفصل، يعني العنوان منسجم مع متن الفصل، والفصل الأول كان يعني النمط القصد الذي يسيطر عليه هو الحوار، وكانت يعني الراعي والكلب هي أكثر يعني الشخصيات الموجودة في ذلك العنصر، لذلك كان العنوان طبيعي جدا أنه له رمز، وعملت كذلك يعني أن يكون الرمز هو أساس ومحور الرواية، والبطل هو كان راعيا وهو طفل. نعم، يعني أنا تجربة البطل عدنان يعني كانت انطلقت من القرية ثم تحولت إلى المدينة، وقد كان راعيا يعني في فترة الصغر، وخذ تجارب عديدة كما رأيت يعني في الرواية. العنوان أكيد مهم، سواء يعني هو العتبة الأولى سواء يعني عنوان الرواية أحبها بلا ذاكرة،
وكذلك يعني عنوان عناوين الفصول لابد أن تكون منسجمة يعني مع لا 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 مع الفصول، منسجمة مع متن يعني الفصول، منسجمة مع الأحداث، منسجمة مع الرموز، منسجمة مع القضايا المطروحة. ثم أنه أهم ما يميز هذه الرواية أنها تظهر للقارئ على أساس أنها رواية رومانسية. نعم أنها رواية رومانسية، ولكن الأعمق من ذلك والأكثر من ذلك أنها رواية رومانسية وفي نفس الوقت يعني واقعية، تطرح يعني قضايا مختلفة، تطرح هموم الإنسان في كل جملة، توجد قضية عملت على التكثيف، وهذه قضية يعني مهمة جدا ومسألة مهمة جدا، لأنه فعلا التكثيف التكثيف يعني حقيقة يعني جل يعني النقاد الذين كتبوا عن تجارب الأمين السعيدي كتبوا عن التكثيف، واعتبروا أن التكثيف هو ما يميز أعمال الأمين السعيدي خاصة في مدينة النساء. وأعتقد أنه في أحبها بلا ذاكرة كانت يعني عملت كثيرا على هذا يعني هذا يعني التمشي في التكثيف، لأنه حقيقة منذ الجاحظ وحقيقة يعني أفضل الكلام، الجاحظ قال أفضل الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره، لابد يعني أن تكون لكل جملة مغزى، وأن يكون لكل جملة يعني معنى، وأن تكون لكل في كل جملة يعني طرح لقضايا وطرح لأشياء عديدة فيما تعلق كذلك بالفن وبالأسلوب ويعني بكل شيء. حاولت أن تكون هذه الرواية مختلفة عن سابقاتها، مختلفة عن ما يوجد في الساحة، مختلفة حتى على ذات. حقيقة أنا أعتقد أنه أهم شيء أن يكون الكاتب دائما متجدد، أن لا يكرر نفسه، لأنه ظاهرة الآن يعني في الأدب أنه الكاتب يعني جل الكتاب تقرأ يعني ينتج مثلا 10 أو 8 أعمال أدبية، 8 أعمال أدبية تعود إلى العمل الأول والعمل الأخير، تجد تقريبا نفس الأسلوب ونفس اللغة ونفس القضايا ونفس يعني وجهة النظر. حاولت أني أثور على ذاتي، أثور على يعني الماضية في الكتابة، وأعتقد أنه يعني يعني انطلاقا من آراء النقاد ومن آراء يعني المتلقي والقارئ، أنه فما يعني دائما تجديد على جميع المستويات. وأعتقد كما قلت لك أني أحبها بلا ذاكرة، ما زال يعني هي الرواية تصدر يعني هذه الأيام، أعتقد أنه ستكون يعني الردود حولها مختلفة، والكاتب تعرف أن الكاتب يكتشف نفسه ويكتشف نفسه انطلاقا من القراء والنقاد. أعتقد أن رؤية الكاتب وتصور الكاتب لنفسه ما زال يعني محدود، في انتظار أن تصل يعني الرواية إلى القراء وتتعمق يعني القراءات حولها، فالنص نصوص وكل رؤية تضيف إلى النص. وأعتقد أنه النص بلا قارئ أعتقد أنه لا يسوى شيء، يعني أنه القارئ الحقيقي هو الذي يعطي قيمة يعني للعمل الأدبي. فعلا أستاذ لمين السعيدي، أسأل الدكتور منجي عمر، إذا جانب التكثيف كما ذكر الأستاذ لمين السعيدي في هذا العمل الروائي، هناك جمالية وشاعرية متناهية من خلال الحوار، من خلال الأسلوب، من خلال العناوين، كأن لمين السعيدي ليس بروائي فهو شاعر. طبعا هناك تداخل لنصوص كثيرة كال الشعري والنثري والمثلي والحديثي والقرآني أيضا، وهذا ظاهرة النص من شأنها أن تفري النص الروائي وتجعله نصا فريدا. لمن السعيدي هنا هذا ما أكسب النص هذه الشعرية، والشعرية مرتبطة بالذائقة الفنية، وهي تشد القارئ إلى النص الروائي، وأي نص يكون بهذا المعيار. إذن باستطاعتنا أن نقول أن لمن السعيدي هنا جعل يتحدث عن في روايته عن تجاربه المختلفة بأسلوب شيق وأسلوب شعري، إذن هذا ساهم فيه علم البيان الذي وظفه توظيفا جيدا. لمن السعيدي وظف الاستعارة والكناية والمجاز والتشبيه، وهي أساليب بلاغية من شأنها أن تختصر الكلام وتعبر عنه بعمق، لذلك نلمس هذه الجمالية في النص الروائي وهذه الشعرية، وبذلك تكون المواضيع المختلفة مواضيعا شيقة جالبة للقارئ وشادة له إلى النص بمختلف تفرعاته وبمختلف معانيه. إذن أقول هنا أن هذه الشعرية التي اكتسبها النص الروائي لمين السعيدي
حبها بلا ذاكرة ليست متأتية بمحض الصدفة، وإنما هي يعني عصارة تجربة كثيفة، كانت هناك تجارب سابقة لها، فالقارئ يستمتع وكأن لمين يخرق أفق القارئ من خلال المعنى ومن خلال الأسلوب ومن خلال جملة القضايا التي يطرحها. هذه الشعرية ليست فقط من المعاني أو من الأساليب أو من اللغة الموظفة فقط، بل هي أيضا من المواضيع المختلفة، وهذا الاسترجاع وهذا التداخل بين الواقع والخيال والتداخل بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي وفي علاقة الإنسان بذاته وبالآخر وبالكون وبالوجود. إذن أحبها بالذاكرة تتصارع فيها شخصيات من أجل التعبير عن رؤية الإنسان للكون، صراع الذات أمام قيود العقل والعرف والعادة والتقليد. هناك أيضا ثنائية الخير والشر، وهي إذن فيها إذن متعة وفيها إذن شاعرية معينة. هناك أيضا الشخصيات، طرفة الشخصيات وعمق هذه الشخصيات وحسن اختيارها وحسن اختيار الأمكنة بدقة متناهية جميلة، فنجد حدثا واقعيا يحيل إلى حدثا متخيلا ويحيل إلى استقراءات كثيرة. إذن أحبها بلا ذكرى في هذا إذن المستوى، تكون رواية عن السلطة والشعب بالمعنى الذي الغير معتاد، ونجده هنا الكاتب يخالف الطرح التقليدي. فلمين فعلا يتحدث عن الكلب والقطيع والأغنام أمام الكلية، وهذا فعل حدث حقيقي، يعني ينقل حدثا حقيقيا. من يدرك كلية أدب رقادي يدرك أن هناك راعي وهناك أغنام وهناك هذا القطيع، هو حدث حقيقي، ولكن من خلاله وخاصة أن لمين السعيدي جاء من القرية من البادية. جاء ابن الريف وهو كذلك تعلم وتألق في المدينة كطالب ثم ككاتب كمبدع. تفضل. من خلال ذلك يطرح القضية السياسية فعلا. من حدث واقعي بسيط عادي يطرح قضية سياسية بأسلوب طريف. هنا طرفة الكتابة، طرفة الطرح للقضية، ينطلق من حدث واقعي حقيقي ويحيل إلى قضية حقيقية فعلا أمام الكلية. كان هناك راع وهناك قطيع كما قلت لك من الأغلام، ولا زال هذا المشهد يتكرر وهو مكرر، مشهد مكرر إلى حد الآن، إلى حد هذا اللحظة، ومشهد حقيقي. نعم، ومشهد حقيقي ينطلق منه لمين ليجعل القارئ يطرح القضية بنفسه، يجعل القارئ يدفع القارئ إلى طرح القضية بنفسه. فهمت قصدي؟ يعني عندما نتحدث عن القطيع والأغنام يخيل إلينا من الوهلة الأولى أننا نتحدث في السياسة، ولكن لمين ينقل حدثا واقعيا ويجعل القارئ هو الذي يستنتج. نعم، هناك رمزية كبيرة جدا في العمل هذه الرمزية دو. واضح. ولا نريد أن نحرق الأحداث في هذا العمل الروائي. العمل الروائي بين أيدينا حتى نعطي للقارئ فرصة للاطلاع على هذا العمل المميز لمين السعيدي. لمين السعيدي أسأله وهو يكتب الآن في زمن الصورة، زمن الاتصالات، زمن التطور المذهل في عالم التواصل الاجتماعي والإلكتروني، وأنت تكتب هذا العمل الروائي في عدد صفحات هذه الرواية 155 صفحة تقريبا، رواية متوسطة الطول، لكن هناك رسالة من خلال هذه الكتابات الروائية المتعددة والمختلفة يقدمها لمين السعيدي للقارئ قارئ هذا العصر. نعم سي فيصل، أكيد أنه بالنسبة لي أرى أنه الكتاب له مكانته مهما يعني حدث، ومن تطور تكنولوجي ومن اهتمام يعني بالإنترنت وبالعوالم المتعلقة بالعلم والاتصالات وكذا. أعتقد أنه الكتاب يبقى يعني هو يعني محور مهم جدا، وأنه الكتاب له يعني قراءه بعيدا عن كل يعني الأشياء الأخرى. والدليل على ذلك أن روايتي السابقة لأحبها بلا ذكرى نجحت في المبيعات ونجحت يعني صحيح كذلك مدينة النساء تقصد. نعم نعم، مدينة النساء يعني حتى يعني على مستوى القراءات الإلكترونية يعني كذلك نجحت. أعتقد أنه الكاتب يعني في تحدي فقط
تحدي الإبداع، كيف تنتج نص تقنع به القارئ، كيف تثير الشك والحيرة في القارئ، كيف تقنع القارئ بأنك تقدم له البديل وأنك تقدم له إضافات وأشياء جديدة. هذا أعتقد أنه التحدي الوحيد الذي يواجهه يعني الكاتب في العالم، يعني ليس تحدي للصورة أو تحدي للتكنولوجيا أو تحدي لكذا. أنتجوا نصا في مستوى انتظارات القارئ، هذا هو التحدي وهذا هو شرط النجاح في رأيي. أحبها بلا ذاكرة، أعتقد أنه كما ذكرت أنت الآن، أريد أن يكتشف القارئ النص بنفسه. نحن الآن نتحدث يعني عن مداخل، يعني يعني مداخل في تصور الكاتب وتصور الدكتور منجي عمر الذي يعني قرأ الرواية في نصها الأول ثم قراءتك أنت من خلال قراءتك للنص الأول. أكيد يعني أنه عند صدور الرواية ستتعدد القراءات وستتعدد الرؤى، وأن يعني لكل قارئ رؤيته الخاصة. وحقيقة أنا يعني أقولها بدون يعني رمي ورود، حقيقة في تونس عندنا يعني قراء يعني لهم من العمق ومن التصورات ومن التمييز يعني بين النص الرديء والنص الجيد الكثير. لذلك حقيقة أنا أتعلم يعني من القراء وأكتشف نفسي يعني وأكتشف تفاصيل النص من القراء في علاقتي بالرمل. أحيانا صدقني أنه أكتب أشياء يعني أقصد شيء، ثم أن القارئ يحدثك بشيء، يوقفك في الشارع، يحدثك عن الشخصيات، كيف أن هذه الشخصية فعلت كذا وكيف ولماذا كانت النهاية كذا، وكان من الأحسن أن تكون النهاية كذا. هذا مهم جدا، يعني أن القارئ يعطي قيمة للنص، يعطي قيمة للكاتب، يدفع الكاتب إلى يعني رؤى جديدة، يدعو إلى تصور جديد، يدعو إلى يعني أن يكون الخيال منفتح أكثر. هذا هو يعني أعتقد أن التحدي الوحيد الذي يواجهه الكاتب هو كيف تنتج نصا في مستوى انتظارات القارئ، القارئ الذي تطور الآن، القارئ الذي أصبح يعني في حد ذاته ثائرا على كل قديم، وهو ينتظر أن يكون الكاتب له رؤاه للمستقبل، أن تكون له تصوراته للمستقبل. هذا ما عملت عليه يعني في جل يعني في كل أعمالي السابقة، وخاصة في رواية أحبها بلا ذاكرة، التي يعني هذه الرواية التي تجمع يعني جمعا أتعبني وأرهقني كثيرا حقيقة. تعرف أن الجمع بين الرومانسية والواقعية ليس من السهل، أن تجمع في عمل واحد بين الرومانسية والواقعية، وخاصة كما ذكرت الآن أنه الرواية يعني متوسطة حجم في 156 صفحة، يعني تحاول أن تجمع بين يعني مدرستين، المدرسة الرومانسية والمدرسة الواقعية، ثم يكون ذلك برؤيتك الخاصة في اللغة وفي الأسلوب وفي الطرح وفي كذا وفي التكييف. وكما ذكر يعني الدكتور منجي عمر الآن، يعني جميع أوجه البيان وجميع أنماط القص موجودة في هذه الرواية، كذلك الشعر يعني موجود، التناص يعني الشعر نثرا ويعني وأحاديث ويعني قرآن، حتى إذا كان لم توجد يعني هذه الأشياء يعني بصفة يعني ظاهرة وبصفة مباشرة، هي موجودة بصفة ضمنية. كل هذا يعني يتطلب يعني تفكير عميق، يتطلب يعني جهد عميق، ويتطلب رؤى مختلفة. أعتقد أن رواية أحبها بلا ذاكرة سيكون لها شأن كبير، وستكون يعني ستثير الضجة كما قلت لك، خاصة أنها مرتبطة بقضايا واقعية نعيشها اليوم، وهي يعني مسكوت عنها ولعلها منسية تماما. نعم، أحبها بلا ذاكرة أستاذ الدكتور منجي عمر. هذه الرواية ستكون متوفرة خلال هذه الأيام في المكتبات التونسية، وعند خاصة عند بث هذه الحصة. أعتقد أستاذ منجي أنه هذا التواصل الإلكتروني، هذا التطور الحاصل في التواصل الاجتماعي خاصة وفي المواقع الإلكترونية، هي جانب قد يكون إيجابي جدا للأعمال الروائية والكتابات المختلفة، أنها تساعد القارئ على الاطلاع وعلى الاهتمام بالعناوين الصادرة حديثا. وأعتقد هو جانب إيجابي جدا، حتى يكون القارئ أن يذهب للكتاب وأن يقرأ وأن يجد ويحاول البحث عنه للوصول إليه والقراءة والاطلاع.
نعم، الجانب التكنولوجي مهم جدا لأنه يعرف بالكتابي وبالكاتب، هذا جانبه الإيجابي، لا نخفي أن جانبه السلبي أيضا جوانبه السلبية كثيرة، ولكن من هذه الزاوية هناك له جانب إيجابي باعتباره يعرف كما قلت بالكتاب والكاتب، ويعرف بالدراسات التي تكتب حول العمل، ويعرف بالعمل أكثر ويسهل كثيرا على القارئ على الاطلاع وأن يستمتع بالقراءة. نعم طبعا استمتع بالقراءة ويفهم النص فهما متعددا، ويساعده على إيجاد فهمه الخاص لهذا النص وإيجاد انطباعه الذي يشاركه فيه البعض الآخر حتى لا تكون قراءته أحادية الجانب. إذا الجانب الإلكتروني أو الإعلام الإلكتروني بإمكانه أن يسهل حتى على الكاتب عملية انتشار نصه وتعريفه بنصه وتعريفه بنفسه في الأوساط المختلفة وفي بقاع عديدة من العالم وبلا حدود في كامل الأنحاء المعمورة معناتها، وهذه مهم جدا. نعم نحن نعيش في قرية كونية معناتها. نعم طبعا، ولمين استطاع أن يخترق هذا هذه الحدود هذه الحواجز. نعم هذه الحدود وصار متواجد في كثير من المعارض وفي كثير من المكتبات العالمية، وليس أدل على ذلك من ترجمة نصه لأكثر من لغة واحتفاء به في أكثر من مكتبة وفي أكثر من فضاء إعلامي وفي فضاء ثقافي. نعم أستاذ، اقتربنا من نهاية المشوار في هذه الحصة من لقاء ولقاءات التي تبث عبر إذاعة تونس الثقافية. هذا العمل الروائي الخامس بعد ضجيج العميان، المنفى الأخير، ظل الشوك، مدينة النساء، رسالتك في هذه الرواية الجديدة أحبها بلا ذاكرة؟ طبعا في فيصل، أنه الرسالة دائما أولا الكاتب يكتب يعني من أعماقه، يكتب أحيانا لا يعرف لماذا يكتب وكيف يكتب ومن ولمن يكتب. يعني الرسائل متعددة في رواية أحبها بالذاكرة، طبعا أنه تعرف أنه الواقع التونسي ما زال إلى الآن يعني واقع للأسف يعني رديء، واقع يعني فيه يعني برشا حاجات يعني مش باهية سياسيا اقتصاديا، على الأقل على المستوى الاقتصادي، خاصة المستوى الاقتصادي واقع الشباب التونسي، واقع كل القطاعات في تونس. أكيد يعني هذه رسائل يعني موجودة في رواية أحبها بلا ذاكرة. أهم شيء كذلك قضية الحب، والحب ليس هنا، لا نتحدث عن الحب فقط يعني بين الرجل والمرأة، نتحدث عن الحب يعني العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات، وهذه قضية مهمة يعني جدا خاصة في تونس وفي المجتمعات العربية، أنه أعتقد أنه هذا الجانب غيب تماما. كذلك يعني في اكتشاف الإنسان لذاته، في صراعه مع يعني الطبيعة، في صراعه مع المجتمع، مع أحلامه، مع أفكاره، مع تصوراته. يعني أحبها بلا ذاكرة هي ملغمة بالرسائل، ملغمة يعني بتطلعات الكاتب ورؤاه يعني للمستقبل سواء في تونس أو في العالم العربي. أحبها بلا ذاكرة ستكون يعني في هذه الأيام، يعني الأيام القليلة القادمة، ستكون بجميع المكتبات في تونس يعني بإذن الله في كل الولايات، ستكون لنا لقاءات يعني في عديد الولايات، في صفاقس، في القيروان، في بنزرت، في تونس، في عدة القيروان، يعني في 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 مختلف مناطق الجمهورية. سأكون يعني في لقاءات مباشرة مع القارئ، وهذا يسعدني كثيرا، وأنا أتعلم كما قلت لك يعني من القارئ. أعتقد أني أحبها بلا ذكرى يعني هي محاولة جريئة للقطع مع القديم وللثورة يعني على أعمالي السابقة. ستكون لنا مصافحة مع القارئ، وهذا يسعدني كثيرا يعني في كل مناطق الجمهورية. شكرا لكم سي فيصل. ناخذ كلمة أخيرة من الدكتور منجي عمر ونختم هذا اللقاء. شكرا لك الدكتور الأستاذ لمين السعيدي على هذه المحاورة وعلى هذا اللقاء حول هذا العمل الروائي الجديد الصادر هذه الأيام. دكتور منجي تفضل، كلمة أخيرة. شكرا لك على هذه الاستضافة، شكرا لك على هذا اللقاء الممتع والجيد، شكرا للأمين على هذا العمل الجيد، وشكرا له على هذه الفرصة التي أتيحت لي في ليجيب دلوي في هذه الرواية. أدعو القارئ إلى اقتناء الكتاب والاطلاع عليه، لأنه يحمل
معني جملة من القضايا، يعالج جملة من القضايا بأسلوب فلسفي معرفي عميق وبفرادة منقطعة النظير. الحقيقة النص ممتع جدا، ويطرح جملة من القضايا: قضية الواحد المتعدد، قضية الثالوث المقدس، قضية المثقف في مجتمع جاهل، الحي بين الأموات، غربة المثقف الذي يدفع ضريبة المعرفة والوعي التي يعيشها أغلب المثقفين في الأوساط الشعبية التقليدية، متواضعة المعرفة. النص جدير بالقراءة، أعيد وأكرر وأدعو القارئ للاستمتاع به. أكرر شكري لك يا أستاذ فيصل، العفو. شكرا جزيلا، وشكرا للسيد لمين، وموفقين إن شاء الله. كانت هذه قراءة للعمل الروائي الجديد للمين السعيدي، أحبها بلا ذاكرة. شكرا للأستاذ لمين السعيدي، شكرا للدكتور منجي عمر، شكرا لمهندسة ومخرجة هذه الحصة منجية الشعري. نلتقي الأسبوع القادم في لقاء ولقاءات. إلى اللقاء. لقاء ولقاءات. لقاء ولقاءات مع أهل الثقافة والإبداع. لقاء ولقاءات. إعداد وتقديم فيصل الجسمي. تونس الثقافية. ألف يا طول طاني والهجراني آلي. ألف يا طول طاني والهجراني آلي. ألف يا طول طاني والهجراني آلي. ألف يا طول باء بوليت بنا